اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا مع حضراتكم في هذه التغطيه الاخباريه. نبدا هذه التغطيه من ملف جهود الدوله في المبادره الرئاسيه حياه كريمه. ناس حلوه جواها افكار، مين اللي قال لا؟ دي اول خطوه في المشوار محتاجه زقه. حياة كريمة حسستني أنا إنسان. دي مبادرة من سيادة الرئيس، بصراحة ما حدش ينساها أبدا. يعني حياة كريمة على مستوى الجمهورية عمل الشغل عملاق كبير. إحنا بجينا بني آدمين، وحياة أي حياة كريمة. ينصر ربنا ويخليه عشان هو عمل الحاجات الحلوة دي. أشرقت الشمس بعد ظلام على مصر وعلى الصعيد. يكفيني إنه بدل ما يدوني فلوس علموني صرافة حبيبتي. حياة كريمة بنت بيوت تشطيب كامل، حمام، مطبخ، أوضتين وصالة. مقبرة أنا هشتغل مع حياة كريمة. تحيا مصر، تحيا حياة كريمة. يا ابن بلدي صبرت كتير ومستني بكرة جايلك مشروعنا كبير وفي ألف فكرة. هتلف مصر حياة كريمة وفي كل مصر دي حاجة عظيمة. هتلف مصر حياة كريمة وفي كل مصر دي حاجة عظيمة. جهود كبيرة ومستمرة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لدعم المواطن المصري في مختلف احتياجاته. لم تعد فقط المبادرة الرئاسية مجرد استهداف لتطوير وبناء القرى والريف والعمل على إقامة المشروعات التعميرية، بل أصبحت كيانا متكاملا وداعما للمواطنين في كل ما يطلبونه وما يواجهونه من أي مشكلات وصعوبات في الحياة المعيشية، حتى أصبحت المبادرة الرئاسية أيقونة حقيقية للجمهورية الجديدة لمساندة المواطنين. أصبحت هي الأساس الذي تعتمد عليه القيادة السياسية في كل من الأمور المعيشية المواطن، وما أظهرته التحركات العديدة التي قامت بها حياة كريمة توجيها من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من المواقف لإسعاد ومساندة المواطنين وتلبية كل احتياجاتهم وأحلامهم في ظل الجمهورية الجديدة. يعد مشروع حياة كريمة أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث، ويأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، حيث يهدف إلى تطوير كل جوانب وتفاصيل الحياة في الريف وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين. المزيد في هذا العرض. We'll be right back.
احنا بنعمل ده عشان ده واجبنا، واجبنا تجاه بلدنا. المشوار اللي انا بتكلم فيه ده مشوار ضخم او عبئه اكبر. انا والحكومه او احنا كلنا مع بعض كده لم نغفل وما غمضناش عينينا على حال الناس. مفيش في الدنيا اغلى من وطن، ده الكل عندي. اول ما يقولوا مصر الاقي نفسي ابكي لوحدي، اتحدى انا اي حد يحب انا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من كرها، ولا حد غيرنا افتكرها شايلة في همومنا على كرها. بلدي بصحيح كتر خيرها. يمثل مشروع حياة كريمة، والذي يعد المشروع الأضخم في تاريخ مصر الحديث، يمثل نقلة حضارية كبيرة لحياة نحو 60% من الشعب المصري، ويؤسس لواقع جديد للريف المصري عنوانه التنمية. المزيد في هذا العرض. We'll be right back.
قدرنا ان احنا نحسن حياة الناس، نعينهم على دنياهم، يعني احنا هنبقى عملنا حاجة كبيرة قوي. جي ربنا قال لي طيب انا هخلي معاك اكتر من الفلوس. انا هخلي معاك البركة، وريني هتعمل ايه في بلدك وهتعمل ايه لناسك. هتغير صحيح، هتصلح احوال صحيح. يا رب اكون اقدر او نقدر مع بعض ان شاء الله. مش انتوا امنتوني عليها؟ مش انتوا امنتوني عليها؟ هقول يا رب يعني على هذه الامانه. رئيسنا قالها، رئيسنا قالها بكل حماس، حياة كريمة لكل الناس، وشاد علينا يا رب الناس، ويا رب بارك خطوينا، يا رب بارك خطوينا. إنني سأعلن اليوم انطلاق هذا المشروع الطموح مستعيناً على تنفيذه بالله، بثقتي في قدرات المصريين دولة وشعباً، فإنني أعتبره تدشيناً للجمهورية الجديدة. حياة كريمة أضخم مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث، والذي غير واقع الريف المصري تماما من خلال الخدمات والمشاريع التي تخدم أهالي القرى الأكثر احتياجا. أهداف هذه المبادرة والفئات المستهدفة، إذن نتابع هذا العرض.
وبهذا مشاهدي الكرام نصل مع حضراتكم لختام هذه التغطية، لكن بالتأكيد مشاهدي الكرام دائما التغطيات الإخبارية مستمرة مع حضراتكم على شاشة إكسترا نيوز. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.